هذه الأيام ومع بداية الصيف شمسنا ما تحت والعصافير والطيور ومع ارتفاع درجات الحرارة والعطشات تموت. المطلوب منا إننا نحط صحن فيه شوية موية في ظل شباك بيوتنا ولا السطح أو تحت شجرة الحديقة ونحتسب الأجر ولعلها تكون سبب لنا في دخول الجنة. هذه الأيام ومع بداية الصيف شمسنا ما ترحم ومع بداية الصيف شمسنا ما ترحم والعصر والعصافير والطيور ومع ارتفاع درجات الحرارة والعطش تموت والعصافير ومع ارتفاع درجات الحرارة والعطش تموت. ومع ارتفاع درجات الحرارة والعطش تموت.
المطلوب منه إننا نحط صحن في شوية موية في ظل شباك بيوتنا مطلوب منا إننا نحط صحن في شوية موية في ظل شباك بيوتنا ولا السطح أو تحت جرة الحديقة ولا السطح أو تحت جرة الحديقة ونحتسب الأجر نحتسب الأجر ونحتسب له ونحتسب الأجر ولعله ولا السطح أو تحت جرة الحديقة ونحتسب الأجر ولعلها تكون ولعلها تكون سببنا في دخول الجنة ونحتسب الأجر ولعلها تكون سببنا في دخول الجنة
ومع بداية الصيف شمسنا ما تعتر ولا أصابير ولا السطح أو تحت شجرة المطلوب منا إننا نحط صح المطلوب منا إننا نحط صح في شوية موية المطلوب منا إننا نحط صح في شوية موية في ظل شباك بيوتنا ولا السطح أو تحت شجرة الحديقة ونحتسب الأجر ولعلها تكون سببنا في دخول الجنة. في دخول الجنة.